أصبحت الآن هذه الأيام هي الشغل الشاغل لجميع المتتبعين للمشهد السياسي، تحتاج إلى الكثير من التشخيص حتى نستطيع أن نوصفها بتوصيفاتها الحقيقية والصحيحة. إلى حد هذه اللحظة نحن لم نرى التضمين أو التعديل العاشر ما هي صياغته وما هي وعلى ماذا احتوى تحديدا، لأن هناك تعديلين، تعديل يتعلق بتحسين المادة السادسة من قانون الاستفتاء وتعديل يتعلق بتضمين الانتباه السياسي ما عدا نص المادة الثامنة. الحقيقة شخصيا أنظر إلى الآن لهذه التصريحات المتضاربة، يعني تحديدا هناك تصريحات متضاربة، يعني يخرج فرج أبو هاشم وكان حاضرا ويذكر على صفحتي في على فيسبوك ويقول بأن العدد كان 96 وقص علينا الرواية كاملة. يخرج الآن المتحدث ضيف الكريم يقول أن الرقم كان يصل حتى إلى 126. يخرج السيد عقيدة صالح وهو رئيس مجلس النواب ويقول أن العدد كان 119 ومن صوته 118. هذا التضارب بحد ذاته كفيل بأن يسرب الشكوك الكبرى إلى حتى رجل الشارع الذي يسمع هذا التضارب من أشخاص كانوا حاضرين داخل الجلسة. ثم السؤال الكبير الذي يطرح نفسه أمام حدث كبير مثل هذا، لماذا لم تكن الجلسة منقولة على الهواء مباشرة وأمام الجميع وليشاهدها الليبيين؟ هل هناك سر يعني كان يجب أن يدس وأن لا يتم إلا في الخفاء؟ لماذا لم يشاهد الليبيون هذا الحدث الذي يمسهم في الصميم، يمسهم في صميم وضعهم السياسي؟ لماذا لم تنقل هذه الجلسة على الهواء مباشرة حتى نشاهدها، حتى لا نحتاج إلى أن ينقل إلينا هؤلاء الأشخاص بشكل متضارب هذه التصريحات المتضاربة؟ ثم من الناحية أيضا الدستورية، هكذا تصريحات ستتخذ أيضا، سيتم الاستعانة بها في رفع الطعون الدستورية، سيتم الاستعانة بتصريح المستشار عقيلة صالح الذي قال بأن العدد وصف العدد وهناك النسبة الموصوفة التي يجب أن يصل إليها البرلمان حتى يمرر هكذا تعديل، سيتم الاستعانة بها في أثناء رفع الطعون الدستورية على هكذا قرارات تم اتخاذها. هذا من جهة. من جهة أخرى أن جملة من التحديات كانت أصلا يفترض أن يتم العمل بها، وكان ضيفك أيضا بالأمس على قناة بانوراما وتحدثنا وقال عندما سألته هل من الغد سيكون باعتبار أن الاتفاق السياسي أصبح الآن وفق ما تقولون وترون أنتم أنه أصبح دستوريا، قلت له هل أن حكومة الدينية ستعتبر منتهية؟ أجاب بعد أن غادرت العلاقة بأن حكومة الدينية ستبقى حكومة تصريف أعمال. إذا المجلس الرئاسي وحكومته الذين هم الآن وفق التعديل الدستوري موجودين ضمن الاتفاق السياسي، ماذا سيكونون؟ حكومة ماذا؟ هل سيكونون خارج المشهد بالكامل حتى يتم تصريف تنتقل حكومة تصريف الأعمال إلى ولاية عبد الله الثاني؟ هذا في حد ذاته مغالطة كبرى إذا كان يعني ما يقول، والحلقة موجودة، إذا كان يعني ما يقول هذا مغالطة كبرى. ثم أن العديد من الإشكاليات الأخرى والتحديات الموجودة في نصوص المواد في الاتفاق السياسي ستواجه مجلس النواب أيضا فيما يتعلق بنقطة قانون الانتخابات، فيما يتعلق بقانون الاستفتاء في حد ذاته، فيما يتعلق بنص المادة الثامنة الذي عطل. كل تلك الإشكاليات ستجدع عقبات كبيرة. طيب. أمام المجلس الأعلى للدولة كي يقول كلمته.